السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيكة بالبرتقال. هالكيكة اللي كتجي خفيفة ولذيذة في نفس الوقت وبمكونات اللي هي جد بسيطة ومتناول الجميع. قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسونيش ملي لايك، والناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة كنقول لهم مرحبا بكم معايا في لاشين، بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستفد معنا الجميع ان شاء الله. باش نحضروا هذه الكيكه غادي نحتاجوا 3 د البيضات، جوج الاكياس ديال الخميرات الحلوه او البيكن باودر، كاس ديال السكر الخشن او سنيده، كاس ديال الزيت النباتيه، كاس ديال عصير البرتقال، واحد الياغورت بالنكهه اللي بغيتوا، انا عندي هنا نكهه الفاني، جوج كيسان ونص او 3 كيسان ديال الدقيق الفرط على حسب الخالق. على بركه الله غادي ناخذ البيض، قلنا هنا عندنا 3 د البيضات، غادي نضيف كاس ديال سكر خشن او سنيده، نطرب مزيان، غادي نضيف الزيت ونبقى نطرب حتى ينسجم الخليط. هذه الكيكه بسيطه بمكونات اللي هي جد بسيطه، وحتى بالنسبه للمبتدئات البنات اللي عاد كيصاوبوا الكيكه لاول مره ناجحه 100%. غادي نضيف عصير البرتقال، قلنا هنا عندنا كاس ديال عصير البرتقال، نضيف كذلك واحد الياغورت. هاد الكيسان اللي عبرت بهم راهم قياس ديال كيسان ديال العنبه. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، قلنا من جوج كيسان ونص حتى لثلاثه ديال الكيسان على حسب الخليط وعلى حسب الدقيق بطبيعه الحال. غنضيف كذلك جوج الاكياس ديال الخميرات الحلوه او البيكن باودر، هنا بان لي واحد جوج كيسان ونص كافيين لهذا الخليط، جوج كيسان ونص ديال الدقيق. صافي الخليط ديالي ها هو واجد، ها هو القوام ديالو كما كتشوفوا. خديت المول اللي غندخل الفران، دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق، دابا غادي نخوي فيه هذا الخليط. يمكن لكم هنا تضيفوا الزبيب، تضيفوا الفواكه المعسله اللي خويكم فيه اللي بغيتوا اللي عندكم متواجد في البيت. انا دابا ما غندخل فيها حتى حاجه، غنكتفي بها على هذا الشكل هذا. الفران ديالي راه مسخن مزيان على 180 درجه، غادي ندخل هذه الكيكه 30 حتى 35 دقيقه
الا ما طيب ونرجع عندكم. دابا غادي ندوز نحضر معاكم الصوص اللي غندهن بها الكيكه ديالي. غادي نحتاج نص كاس ديال السنيده، نص كاس الحليب، نص كاس عسل البرتقال، واحد المعلقه صغيره ديال النشا. خديت كاسرونه غنوضع فيها عسل البرتقال، الحليب، سنيده، ومعلقه صغيره ديال النشا. غادي نخلط هاد العناصر كامله حتى تذوب لي داك النشا. وضعت الكسرونه ديالي على عافيه مهيله وغنبقى كنحرك حتى يعقد لي شي شويش هاد الخليط. حنا ما بغيناش يولي كريم كاع، ولكن المهم يعقد شي شويه مع راسو. صافي الكريم ديالي ها هي وجدات، غادي ندفع عليها النار. هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران. دهنتها من الفوق بلاصوص البرتقال اللي حضرت معاكم، وزينتها بقشور البرتقال محكوكين ومعسلين كما كتشوفوا. بالنسبه للزين كيبقى اختياري كما كنقول لكم دائما، كل سيده عندها الحريه تزين بالشكل اللي بغات وباللي متواجد عندها في البيت. نتمنى ان شاء الله الفكره ديوم تكون عجبتكم وتجربوها وتقدموها لولادكم بالصحه والراحه. هاد الكيكه كتجي خفيفه وسهله في التحضير كما شفتوا، وناجحه 100% بالنسبه للمبتدئات. نتمنى ان شاء الله الفكره ديال اليوم تكون عجبتكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش ملي لايك. والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره كنرحب بكم في لاشين ديالي، اشتركوا معايا في لاشين بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستفد معنا الجميع ان شاء الله. ودابا ما بقى لي الا نودعكم والى فيديو جاي ان شاء الله.